الحفاظ على رأس مالك هو هدفنا. جميع الخدمات والنصائح لتحترف في مجال العملات الرقمية. عالم العملات الرقمية هو الصحيح النافذ على العالم والحرية المالية. صفقات مدروسة بنسبة أرباح عالية ودقة بالتحليل. عملة لونا كلاسيك وعملة المستقرة USD. وأهم ما جاء بالمقابلة للمطور الخاص بعملة اللونة. تابع معي الفيديو للأخير لتعرف أهم تحديثات الشرط. شباب، هاي أرباحنا من قناة التليجرام. صديق انضم لي على الرابط اللي بأسفل للفيديو لتاخذ أهم الصفقات الناجحة. كلياتنا بنعرف عملة USD من المفترض تكون 1 دولار. سؤال المنطقي، هل من ممكن توصل لـ1 دولار؟ بخوارزمية الأعداد ممكن توصل مع البول ماركت القادم، عددها 9 مليار و800 مليون. هيك قيمة سوقية لعملة رقمية سهلة جدا. شباب، كلامي هذا مو يعني رح توصل، لكن نحن عمال بنحكي بمنطق الأرقام. وطبعا عملة USD عم تعمل قاع أعلى من قاع، وحرفيا عمال بتمشي مع لونا كلاسيك. ارتفاع عملة لونا كلاسيك بوقت الحالي بسبب تعافي البيتكوين، مو بسبب اخبارها ومشاريعها. هذا مو يعني بانه ترند سلبي، الترند عملة اللونا ايجابي. ممكن نعمل بومب مثل الحركة الماضية. طبعا شباب، انا عمال بحكي على فريم اليوم. المهم نحافظ على القناة الصاعدة المناطق 3.24. المطور ادوارد كان في مقابلة مع المجتمع. مفاد المقابلة نشر طمأنينة والايجابية بالمجتمع. طبعا هذا هو المبرمج لتيرا لابس. وطبعا طلب من المجتمع الثقة بالفريق وقراراته بانه هو راح يساعد قدر الامكان لتصحيح الفشل اللي سببته عملة لونا كلاسيك، بانه هو اولا عمال بيساعد نفسه لاني هو احد الخاسرين بعملة لونا كلاسيك. اشتراها لما كان سعرها دولار، وحاليا عامل عليهم ستيكينج، وعنده امل ترجع عملة لونا لـ1 دولار. يقول بأنهم يحتاجوا شهريا 250,000 دولار لتطوير البلوكشين وبناء الحوكمة وتفعيل البلوكشين من جديد وبناء الحوسبة. والإمكانيات حاليا ضعيفة، لكن بمساعدة المجتمع وبمساندته راح يقدروا، لأن تفعيل البرامج على البلوكشين لونا راح يساعد بالحرق العديد من التريليونات. وأكدوا على هدفهم. بصراحة شباب، كانت المقابلة جدا إيجابية. وإذا كنت وصلت معي لهالنقطة، ألف تحية وشكر لك صديقي. اشتراكك بيدعمني كتير.